Yeah. قال الاتحاد الإفريقي في بيان له إن القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت الثلاثاء حول مفاوضات سد النهضة برئاسة جنوب إفريقيا ومشاركة مصر والسودان وإثيوبيا وافقت على استمرار المفاوضات لتحقيق اتفاق ملزم بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة. وقال البيان إن الوساطة الإفريقية حثت الدول الثلاث على وضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق بشكل سريع. وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن مصر وإثيوبيا والسودان عبرت عن التزامها التام بالتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة. وصفت الخارجية الإثيوبية في السياق ذاته انتهاء عملية الملء الأولي لسد النهضة بالنصر الدبلوماسي. قال المتحدث باسم الوزارة دينا مفتي في مؤتمر صحفي إن ملء السد بنجاح نصر دبلوماسي عزز مصداقية إثيوبيا على الساحة الدولية على حد تعبيره. يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي جادو أندرغاشو إن بناء سد النهضة أحدث تغييرا في الجغرافيا السياسية للمنطقة. وفي تصريحات خلال الاجتماع الدوري لمجلس التنسيق العام لسد النهضة أضاف الوزير الإثيوبي أن دولة المصب الأخيرة ظلت لسنوات تبذل جهودا لحرمان بلاده من المياه على حد تعبيره. ظلت دولة المصب الأخيرة لسنوات طويلة تبذل جهودا لحرمان دولة المنبع من الاستفادة من نهر النيل، وهي رؤية تبنتها هذه الدولة لسنوات دون أن نستفيد من المياه، وظلت هذه الدولة تتبنى هذه الرؤية كهدف. هذا الأمر لا نجد له مثيلا في العالم، وما قمنا به من بناء سد النهضة هو بمثابة تغيير هذه الرؤية والأهداف، وأحدثنا تغييرا في التاريخ والجغرافيا السياسية للمنطقة وترسيخا للعدالة، وسد النهضة ستكون آثاره إيجابية لشعوب المنطقة. في المقابل وجه أعضاء تكتل 25-30 البرلماني في مصر خطابا مفتوحا لرئيس مجلس النواب المصري يطالبونه فيه بالدعوة إلى عقد جلسة عامة طارئة وسرية الأحد المقبل لمناقشة كافة القرارات والإجراءات اللازمة في مواجهة قضية سد النهضة. وطلب أعضاء التكتل ويبلغ عددهم 16 نائبا بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والموارد المائية والري للجلسة الطارئة والسرية التي ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام لإطلاع البرلمان على كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف الحالي في قضية سد النهضة والخطوات الواجب اتخاذها على مختلف المستويات. للتعليق تنضم إلينا عبر سكايب من القاهرة دكتورة نجلاء مرعي الخبيرة في الشؤون الإفريقية. دكتورة نجلاء مرحبا بك. دكتورة نجلاء، كيف تعلقين على تصريح وزير الخارجية الإثيوبي الذي تحدث عن أن ما حدث فيما يتعلق بالملء لسد النهضة أحدث تغييرا سياسيا وجغرافيا، يعني كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ أهلا بك. أولا للأسف هو كل يوم بتخرج علينا أثيوبيا بتصريحات من وجهة نظري هي غير مدروسة. يعني لما وزير الخارجية الأثيوبي يصرح بأن بناء سد النهضة يحدث تغييرا في الجغرافيا السياسية، إذا هي ليست قضية تنمية بالنسبة لأثيوبيا كما قال علقت أكثر من مرة في هذا الأمر، وإن بلاده ظلت سنوات تحرم يعني بتتحرم من الاستفادة من النهر، وقبلها قال إن النهر دلوقتي أصبح بحيرة أثيوبية. أثيوبيا من وجهة نظري ليس لها الحق في استغلال المياه بالنيل الأزرق بمفردها، أدي سبابة بتمارس نوعا من التضليل السياسي لإرضاء الداخل، بالدليل إن احنا بنتكلم على قضية هي دايما تقول إن هي قضية تنموية، وهذا ليس بصحيح، لأني سبق وإن قلت إن السد فيه أخطاء في التصميم أدت لإلغاء عدد كبير من التوربينات وطاقته الاستيعابية يعني تنتج 30% فقط من يعني ساعته التخزينية.
فإحنا هنا قدام أهداف استراتيجية تتعلق بتغيير معادلة التوازن في النظام الإقليمي لحوض النيل. أثيوبيا تريد محاصرة مصر سياسيا واستراتيجيا وفرض سياسة الأمر الواقع، تريد أن تجعل من نفسها الطرف الفاعل في معادلة التوازن الهيدرو بوليتيكي والهيدرو استراتيجي الجديدة في النظام الإقليمي لحوض النيل. أثيوبيا تريد أن تؤسس لنفسها طابع جديد تقوم فيه بدور المهيمن الإقليمي أو الفاعل الإقليمي، وترى في سد النهضة نواة لذلك، والدليل تصريح اليوم الوزير الخارجية الإثيوبي. وأيضا هناك تضليل سياسي، هناك تحديث مرة أخرى عن المظلومية التاريخية زي كلمتها أمام مجلس الأمن بأن مثلا إحنا حرمناها من التنمية، وهذا ليس بصحيح. مشكلة المياه أو مشكلة التنمية عندهم هي ليست مشكلة مياه، لكنها مشكلة سياسات، مشكلة حروب أهلية، مشكلة نظم سياسية دكتاتورية لم تراعي التنمية. مصر لم تنكر حق أثيوبيا في التنمية، والدليل إن هي وقعت على اتفاق 2015، والدليل إن هي لم تعترض على تمويل البنك الدولي لإقامة عدد من السدود على النيل عشان توفر لها 180 مليون متر مكعب اتخصمت ساعتها من حصة مصر والسودان مناصفة. وفي 2011 وافقت مصر على طلب أثيوبي آخر للبنك التنمية الإفريقي لإقامة عدد من المشروعات السدود. إذا نحن أمام ليست قضية تنمية، إحنا أمام أهداف استراتيجية أخرى. عشان كده أنا بتوقع إن وزارة الخارجية المصرية تقوم باستدعاء السفير الأثيوبي بالقاهرة أو الاحتجاج الرسمي على هذه التصريحات، لأن إحنا لاحظنا 3 أيام متتالية تصريحات بهذه الوجه، يعني تصريحات للحشد الداخلي ولكنها تؤجج المشاعر بين الشعبين. مصر ممكن كمان تخاطب الاتحاد الإفريقي، نعم تخاطب ابقي معي يا دكتورة نجلاء، عضو نعم ابقي معي دكتورة نجلاء، انضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم السيد ياسين أحمد المحلل السياسي الإثيوبي ورئيس عين إثيوبيا الإعلامية، كما ينضم إلينا من السودان عبر الأقمار الصناعية دكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد ياسين. سيد ياسين، يعني الحديث عن النصر الدبلوماسي ثم بعد ذلك التغيير السياسي والجغرافي هو يتجاوز مسألة الاتفاق من أجل بناء السد والاتفاق على الأمور المختلفة. يبدو أن هناك ما لا يمكن تسميته بحسن النوايا فيما يتعلق بهذه التصريحات. شكرا حضرتك على الاستضافة، وأشكر ضيوفك الكرام، وكما أشكر السادة المشاهدين. أنا أعتقد هذه التصريحات لم يعني تفهم فهما صحيحا، لأنه أخذت من سياقها. فبالتالي التصريحات لوزير الخارجية الإثيوبي جيدو إنداجاتشو هي تصريحات تتحدث على السيادة الوطنية، وأن إثيوبيا أنجزت مشروعا اقتصاديا تنمويا من خلال استخدام الموارد الطبيعية لإثيوبيا من مياه النيل. صحيح أن مياه النيل هو نهر إقليمي دولي، ولكن إثيوبيا حرمت لقرون عدم الاستفادة من مياه النيل للتنمية. فبالتالي هذه التصريحات لم يقل إنه النيل لنا ملك ولا أحد يشاركنا في النيل، إنما يقول هو ما يتعلق بما أنه النيل الأزرق منبعه من إثيوبيا، فبالتالي هذا يعتبر يعني انتصار للسيادة الوطنية، انتصار لسياسة إثيوبيا الخارجية التي انتهجتها بعد انتخاب رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، والتي أيضا فعلا أنه حتى الدبلوماسية الإثيوبية تفوقت على الدبلوماسية المصرية، وذلك بشهادة صحيفة العرب الإماراتية التي تنتقد الأداء الدبلوماسي أو الأداء المصري في الدبلوماسية، فشل الدبلوماسية المصرية في التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة، لأنه كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق عادل يرضي الأطراف الثلاثة قبل شهور أو قبل سنين، لكن التعنت المصري هو الذي أوصل إلى تدويل القضية، إلى تأخير الاتفاق الثلاثي الذي يراعي المصالح المشتركة للدول الثلاثة. فالآن لماذا أخواننا الأشقاء في مصر يعني عندما احتفلوا بالسد العالي في 1968
كان أيضا الأفارقة أو الدول الأفريقية كلها كانت تشاركهم الفرحة وتشاركهم هذا الانتصار. فإذا انتصار هذا الانتصار الدبلوماسي أو الانتصار لنهضة إثيوبيا هو أيضا جزء لا يتجزأ من نهضة أفريقيا بما فيها مصر الشقيقة، لأن هذا حقيقة سيدع يعني سيجعل من إثيوبيا ومصر هناك تكامل اقتصادي أو علاقات ثنائية متميزة من خلال تقاسم المكاسب بين هذه الدول الثلاثة. فبالتالي أنا أعتقد من هذا المبدأ أن مصر لا يعني حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بعد يوم من القمة الثلاثية أن صرح تصريح وسن قوانين بالاستخدام الرشيد لمياه النيل، ولن نقبل هذا على حسب ما تصريح، لن تقبل الحكومة المصرية أو الدولة المصرية بإهدار مياه النيل. فبالتالي هذا أيضا اعتراف مصري أن كان من قبل هناك في إهدار عدم الاستخدام الرشيد لمياه النيل، وخاصة كثير من المياه كانت تذهب دون الاستفادة إلى البحر الأبيض المتوسط وكذلك إلى وادي النيل في توشكا. يعني كثير من المياه كانت تذهب إلى صحراء قاحلة دون الاستفادة منها. فبالتالي الآن أعتقد سد النهضة يعني يؤرخ لتاريخ جديد تقارب العلاقات الثنائية بين مصر والسودان من خلال التكامل الاقتصادي. يعني يجب أن أذهب الآن إلى دكتور إبراهيم الأمين، ولكن دكتور إبراهيم اسمح لي أن أعود إلى ضيفتنا من القاهرة دكتورة نجلاء حتى تستطيع تفنيد ما قاله ضيفنا من ستوكهولم سيدة ياسين، ثم سأعود إليك بعد قليل. دكتورة نجلاء أعود إليك، بالتأكيد سمعت إلى ضيفنا من ستوكهولم وما يقوله بشأن تعنت مصر في المفاوضات، استحواذ مصر على الحصة الأكبر وظلم إثيوبيا لقرون طويلة ولسنوات طويلة. كيف تعلقين على هذه النقاط التي ذكرها ضيفنا من ستوكهولم؟ نعم، اولا بخصوص ان احنا فهمنا التصريحات خطا، هذا ليس بصحيح، لاني تم التصريح من وزير الخارجيه الاثيوبي ان البحيره اصبحت لنا او النهر اصبح لنا، فهذا تصريح امام كل كافه وسائل الاعلام وليس احنا اللي احنا فهمناه غلط. بالنسبه للتعنت المصري، اول مره او اسمع هذه الكلمه، يعني احنا بالعكس احنا نجحنا ان احنا نظهر للعالم التعنت الاثيوبي، نجحنا ان احنا نظهره امام مجلس الامن وامام الاتحاد الافريقي ايضا. والدليل ما ذكرته فورين بوليسي مؤخرا ان هي امريكا بتدرس او دونالد ترامب يدرس حاليا حجب بعض المساعدات عن اثيوبيا نتيجه التعنت الاثيوبي في ابرام اتفاق وانسحابه من الاتفاق واشنطن قبلها بيومين اللي كانت الولايات المتحده راعيه له. بالنسبه للمظلوميه التاريخيه اللي انا دايما بتكلم عليها واثيوبيا دايما بتكلم عليها ان احنا حرمناهم من النهر، هذا ليس بصحيح. في الاخر احنا دوله مصب يصلنا 55.5 مليار متر مكعب، أثيوبيا تهطل عليها ما بين 650 إلى 950 مليار متر مكعب، فرق كبير، يعني 10 أضعاف ما تحصل عليه دول المصب. فهنا القضية ليست قضية مياه، القضية ليست قضية مياه، إنما هي قضية تنموية، سياسات تنمية في أثيوبيا هي اللي ظلمت الشعب الأثيوبي من تحقيق التنمية وليست مصر. ايضا احنا بالحديث ان احنا بنقول ان سد النهضه تنموي، وزير الخارجيه الاثيوبي النهارده اعلن ان هو مش تنموي، ده ليه اهداف استراتيجيه تحدثت عنها، ليه اهداف ان هو عايز يغير فعلا معادله التوازن الاقليمي في النظام الحوضي لنهر النيل. اثيوبيا تريد ان تؤسس لنفسها طابع جديد، وهي اعلنت عليه النهارده ان هي عايزه تكون ليها طابع جديد بتكون فيه بدور الفاعل الاقليمي او المهيمن الاقليمي، وبترى في سد النهضه تحقيق نوال تحقيق ذلك. هو الدليل الابتهالات او الترحيب او المراسم التي اتعملت منذ الاول من امس بخصوص الملء الاحادي، وبالمناسبه الملء الاحادي مخالف لكل نتائج المفاوضات والاجتماعات اللي حصلت مؤخرا في القمه الافريقيه ومجلس الامن اللي دعا ضروره عدم القيام ب. نعم وضحت الفكره دكتوره نجلاء، ابقي. نعم وضحت فكرة دكتورة نجلاء، ابقي معي. أذهب إليك دكتور إبراهيم، ويعني أستميحك عذرا أنني اضطررت إلى العودة إلى ضيفتنا من القاهرة قبل أن أذهب إليك. دكتور إبراهيم، يعني الموقف في السودان وهي دولة شريكة في نهر النيل ومتأثرة بالخطوة الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا فيما يتعلق بملء الخزان، واليوم يتحدث وزير الخارجية الإثيوبي عن التغيير الجغرافي والسياسي، كيف ترون ذلك؟
طيب، التحية للقناة ولمشاهديها. حقيقة أنه الذهنية اللي بيتم التعامل بها فيما يخص قضايا المياه في حوض النيل هي السبب المباشر لتصعيد الخلافات بالصورة اللي احنا نراها. حقيقة أنه يعني سد النهضة يعني أثره أصبح كبير جدا، مش على المنطقة فقط بل على الإقليم وعلى العالم ككل، والدليل الاهتمام الكبير تم بقيام سد النهضة، وده بيرجع لأنه حقيقة حصلت تحولات في المنطقة. هذه التحولات أنه سببها أنه في مرحلة من المراحل دول منابع النيل ما كان عندها القدرة والإمكانيات ولا عندها الاستراتيجية للتنمية، وعشان كده كانت العلاقة حتى مع مصر في عهد الرئيس عبد الناصر كانت في قمتها، لأنه عبد الناصر وقف مع حركات التحرر الإفريقي، وبالتالي كان في علاقة وثيقة جدا. بعد ما أخذت استغلالها بدأت تتكلم على التنمية. حقيقة أنه ما يحدث في إثيوبيا حدث تغيير، هذا التغيير في عهد ملة الزيناوي، بأنه هو استطاع بأنه يعني يخرج إثيوبيا من مجال الفقر اللي كانت عايشة فيه، ويفكر في كثير جدا من المشروعات. لكن أيا كان تفكير ملة الزيناوي ولا غيره، ده نهر النيل نهر دولي، ويجب أن يخضع أي مشروع فيه إلى القوانين الدولية. ولكن الحملة اللي قامت بها إثيوبيا عشان تأكد من دورها في القرن الإفريقي ودورها مع دول المنابع النيل، وده أدى إلى أنها عملت تحالف لدول المنابع في مواجهة التحالف القديم بين مصر والسودان، والدليل ما حدث في عنتبي. لكن أرجع للنقطة الأساسية اللي هي أنه مصر والسودان وإثيوبيا ما عندهم أي مجال غير أنه يكون في تعاون والاستفادة من مياه النيل، أصلاً ما في أي خيار آخر، وده يجب أن يخضع إلى القوانين الدولية، ويجب أن يخضع إلى العدالة في توزيع المياه. الناس الآن بتتكلم، ما بتتكلم عن توزيع الحصص، هي بتتكلم عن توزيع المنافع، وبتتكلم عن مشروع، هذا المشروع تنموي لكل المنطقة. أنا أفتكر الكلام لو تم بالصورة دي بيبعدنا من الحاصل. الكلام بتاع وزير الخارجية الإثيوبي ما مقبول أنك تتكلم بهذه الصورة، وأي كلام لما يقول النيل نيل ولا والأرض أرضنا، طبعا هذا الحديث إذا أنت قسته بالمقاييس الموضوعية غير مقبول. لكن اللي متابع الحاصل في إثيوبيا ده عبارة عن مخاطبة للداخل الإثيوبي، لأن الداخل الإثيوبي فيه كثير جدا من الصراعات، وهم بيعتبروا أن سد النهضة ده لدرجة التقديس، وأي محاولة أنه يكون فيها يعني يشعروا بأنه عدم الحاكم عدم موقفه بالصورة تكون متسقة مع الموقف الشعبي فيه ضرر كبير جدا عليه، وكانت في انتخابات قادمة وكده. أنا من الناس اللي بعتقد على أنه حتى الموجود داخل إثيوبيا حقنا إحنا نشجع الاستقرار في إثيوبيا، لأنه الاستقرار في كل دول حوض النيل هو اللي بيساهم مساهمة كبيرة في الاستقرار على الدول الثلاثة. أولا الكلام عن أنه مصر في مرحلة من المراحل أنها كانت بتستفيد من مياه، حقيقة أنه في المرحلة ديك الدولة الوحيدة اللي كانت عندها قدرات وعندها يعني اهتمام بالنيل من الحضارات القديمة واستفادت منه. السد العالي حتى لما قام على أساس أنه له جانبين، الجانب الأولاني جانب سياسي، وهو نفس الجانب الآن الموجود في سد النهضة، على أساس أنه ده مشروع قومي يجب أن يقف الشعب كله معه. لكن الجانب الأهم الجانب الفني، لأنه المياه الحاجز السد العالي دي المياه اللي بتمشي للبحر الأبيض المتوسط، فعشان كده مصر كدولة مصب استفادت من مياه مهدرة. الآن في نقطة مهمة جدا حق نحن ننتبه لها، إثيوبيا لا تستطيع أن تحرم السودان ومصر من المياه. أولا إثيوبيا في منطقة اللي هي منطقة جبلية لا توجد فيها أي أراضي زراعية، إذا قالت فقط أنه للكهرباء
طيب بعد ما السد ده اتملي ويتملي وفقا للاتفاقيه اللي الناس بتسعى على انها هي اتفاقيه يجب ان تتم الملي ذاته، الملي الاول يتم وفق اتفاقيه ملزمه. نعم. وفي لازم كمان يكون في مراعاه لاتفاقيه لحل النزاع. ولازم يكون نحن نستعد لبعد 100 سنه لو حصل اي خلاف. نعم. لازم يكون نحن مستعدين اننا وضحت الفكره بالصوره ما يكون في تقول من طرف على طرف اخر. بس الشيء ده اقوله على اساس انه لن تستطيع. نعم. وضحت الفكره دكتور ابراهيم. حتى بسد النهضه ان تحجز المياه بعد اكتمال الملأ الاول. نعم وضحت الفكره دكتور ابراهيم. اذهب الى ضيفنا من ستوكهولم سيد ياسين احمد. سيد ياسين، يعني النقطة التي يتفق عليها الجميع ويتشارك فيها الجميع هي الخطوات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا. لم ينكر أحد على إثيوبيا حقها في التنمية، ولكن الخطوات الأحادية التي تهدد مصالح الدول الأخرى المشاركة لها في النهضة التي تنطبق عليه قواعد وقوانين القانون الدولي للمياه هي لا تعطي انطباع أن إثيوبيا تحترم هذا القانون الدولي ولا تريد الوصول إلى اتفاق مع الدول المشاركة لها في هذا النهضة. نعم، يعني هذا متفهم عليه، ولكن أيضا إثيوبيا كانت تسعى حقيقة إلى أن يتم اتفاق ثلاثي عادل يرضي الأطراف الثلاثة، وثم تبدأ في تعبئة أو ملء الخزان للمرحلة الأولى، ولكن يعني لم يحصل ذلك، وذلك للأطراف الثلاثة وخاصة يعني الجانب المصري الرسمي كان يطرح شروط تعجيزية من ضمنها إدراج الحقوق التاريخية التي تم يعني يطالب بها الجانب المصري إدراجها في الاتفاقية الجديدة، فبالتالي يمنع الإثيوبيون من تطوير أي تطور أو أي تنمية في المستقبل من ضمنها بعدم بناء سدود في المرحلة المستقبل، فبالتالي أيضا هذا يمس بالسيادة الوطنية، لأن هذه الاتفاقيات كلها التي تطالب بها أو التي تتمسك بها مصر هي اتفاقيات تم توقيعها أثناء الاستعمار البريطاني، فإثيوبيا لا تعترف فيها، ولم تكن إثيوبيا طرف يوما طرفا في هذه الاتفاقيات. حتى الاتفاقية الأخيرة 1900 اتفاقية 1959 مصر أقصد. نعم، ولكن إثيوبيا. سيد ياسين، أليست المسارات الصحيحة هي الجلوس إلى طاولة مفاوضات وتعديل هذه الاتفاقيات؟ يعني ألم يكن ذلك هو الذي يجب أن يحدث؟ وحتى مع توقيع اتفاق المبادئ لسد النهضة كان هناك عدد كبير من الخطوات التي كان يجب الاتفاق عليها قبل البدء في ملء الخزان المتعلق بسد النهضة، لأن ذلك كان قرارا أحاديا من جانب إثيوبيا وهي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بضرورة الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث. المبادئ يا سيدتي العزيزة، المبادئ العامة أو المبادئ العامة الإعلان المبادئ العامة التي تم الاتفاق عليه 2015 لا تلزم إثيوبيا بعدم ملء الخزان، بالعكس هي يعني تؤيد أن إثيوبيا تمضي في ويكون هناك تعاون، فبالتالي إثيوبيا لم تخترق لم تنتهك أي اتفاق أي بند من بنود المبادئ العامة إعلان المبادئ العامة، فبالتالي ولكن المشكلة أنه في الجانب المصري تعنت الجانب المصري بتدويل القضية بعدم التفهم احتياجات إثيوبيا، لذلك أراد استراتيجية مصر كانت التفويت على إثيوبيا موسم الأمطار. نحن نعلم في إثيوبيا موسم الأمطار هناك من يبدا من هذا الشهر شهر السابع شهر يوليو يعني الى 4 شهور، فبالتالي لماذا لا تتفهم لماذا لا يكون هناك تفهم من الجانب المصري التوصل اتفاق قبل موسم الامطار. مصر هي التي طالبت بتدوير القضيه، ذهبت الى امريكا، فامريكا اثيوبيا والسودان رفضا التوقيع على الاتفاقيه التي كانت اتفاقيه جائره تخدم فقط مصلحه اثيوبيا، فبالتالي كما انا اريد ايضا ان تعلق يعني الاستاذه ضيفتك الكريمه من مصر على انه هناك نقد حتى من حلفاء مصر من ضمنها صحيفه العرب الاماراتيه تنتقد الاداء المصري في الدبلوماسيه، انه في هناك تراجع، لم تفلح الدبلوماسيه المصريه في التوصل الى اتفاق عادل، فبالتالي هناك تقصير وتعنت من الجانب المصري عندما كانت مصر
ترأس الاتحاد الأفريقي سنة 2019 رفعت شعارا حلول إفريقية لمشاكل إفريقية، ولكن لم تطبق هذا الشعار فذهبت إلى تدويل القضية، ذهبت إلى أمريكا وذهبت إلى البنك الدولي. الحقيقة سيد ياسين، ما كتب في صحيفة العرب الإماراتية هو أن مصر لم تلجأ لاستخدام الوسائل الدولية، سواء الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي وغيرها من وسائل الضغط على إثيوبيا لتلزم إثيوبيا بالوصول إلى اتفاق بلحظة مبكرة، وأن مصر ظلت تتحدث عن حسن نية إلى فترة طويلة. ولكن دعنا نذهب إلى دكتورة نجلاء مرعي الخبيرة في الشؤون الإفريقية. دكتورة نجلاء، إذا ضيفنا من ستوكهولم يتحدث عن أن مصر هي التي تعنتت وكانت تريد أن تفوت على إثيوبيا لحظة طبيعية، يعني سقوط الأمطار بشكل طبيعي، والتي يتحدث البعض عن أنها هي التي قامت بعملية الملء الأولية. نعم، بالنسبة لمصر لجأت لمجلس الأمن، احنا لجأنا لمجلس الأمن بعد يعني فشل المفاوضات وفشل الوساطة، واتجهنا لمجلس الأمن وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والتسوية السلمية للمنازعات. ومصر وافقت بعد كده على طلب من مجلس الأمن ان هو نرجع القضية للاتحاد الإفريقي، وافقت على الحل الإفريقي او الوساطة الإفريقية، لم نتنصل منها، بالعكس احنا متمسكين بالحلول الإفريقية واي حلول تحل القضية. وفيما يتعلق ايضا يعني احنا لاحظنا ان مصر في تحت مظلة الاتحاد الإفريقي يعني تمسكت ايضا بحسن النيه زي المفاوضات اللي قبل كده، وحاولت تذليل العقبات باكبر قدر ممكن من الصبر والثبات واثبات المخالفات الرسميه اللي بتنتهكها اثيوبيا بالملء الاحادي مثلا تحت المظله الافريقيه، عشان نوصل بنتيجه يقدر بعد كده مجلس الامن يتخذ مساره. وعلى فكره عايزه اوضح نقطه مهمه جدا للزميل العزيز، مجلس الامن لم يتنازل عن القضيه، اتجاهنا للاتحاد الافريقي بيعدد من اتجاهنا لمجلس الامن. مجلس الامن اعلن في نهايه يوليو ان هو هيراقب المفاوضات تحت رعايه المانيا، لانها بترأس المجلس في هذا الشهر. اذا المفاوضات التي تجرى تحت مسار الاتحاد الافريقي مراقبه من قبل مجلس الامن، وعلى الاتحاد الافريقي وفقا للفصل الثامن ان هو يقدم تقريره لمجلس الامن يحيط علما بما تم من مفاوضات. اذا المسارين ماشيين ومصر موافقه على اي مسار ممكن يحقق لها المصلحه. وفيما يتعلق برضه مقوله الزميل ان مصر بتتعنت وبتحط شروط تعجيزيه، منها مثلا الحصص التاريخيه، هذه ليست تعنت، دي حقوق تاريخيه، حقوق مكتسبه وفقا للقانون الدولي العام ومبدا اصيل في مبادئ القانون الدولي العام وهو الحقوق المكتسبه، وان اثيوبيا ملتزمه بمبدا برضه في القانون الدولي يسمى التوارث الدولي للمعاهدات وفقا لاتفاقيه فيينا. فاذا اثيوبيا ملزمه وفي اي اتفاق تم ابرامها حتى لو كانت في عهد الاستعمار. ونظرا كمان في حاجه، اثيوبيا وقعت على كذا اتفاق وهي بكامل ارادتها 1902 و1993 مع الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، فلماذا حتى الاتفاقيات ديت تم يعني اثيوبيا بترفضها رغم ان هي موقعه عليها بكامل ارادتها؟ وفيما يتعلق بان الملء الاول كما تفضل الزميل، برضه حابه ارد على النقطه دي، ان الملء الاول وفقا لاتفاق 2015، عفوا هذا خطا شديد، لابد ان يراجع اتفاق المبادئ 2015. اتفاق المبادئ في المبدا الثامن منه بيقول ان لازم ان يتم الملء بعد توقيع اتفاق ملزم، وهذا قولا صريح ليس فيه مجادله، يعني بعد ما نعمل التوقيع نبتدي نبرم. وفي هنا نقطة مهمة، خطورة الملء الأول ليست في محدودياته اللي هي محدودية الأثر 4.9 مليار متر مكعب أستاذة حياة، الخطورة أكبر من كده بكثير، الخطورة بأنها تشكل سابقة قانونية تدفع بأثيوبيا ودول حوض النيل إن هي تسلك نفس النهج وتضرب بمبادئ القانون الدولي اللي هو عدم التسبب في الإضرار والإخطار المزمن. والسودان أعلن أكثر من مرة إن أثيوبيا لم تخطره بصد النهضة، إذا أنت بتضربي مبدأ من مبادئ القانون الدولي وهو الإخطار المزمن. فلازم كمان احنا هنا بننشئ اداه، يعني اثيوبيا بتحاول ان هي تنشئ اداه لتقنين حق غير منظم في استغلال ثروات النيل الازرق، بتحاول تخرق المسؤوليه الجماعيه لحمايتنا او لحمايه كل دول حوض النيل في الحفاظ على نهر النيل ونظام البيئي لصالح الاجيال القادمه. فاحنا لسنا بنتحدث على 4.9 مليار مكعب. نعم، وضحت الفكره، شكرا.
وضحت الفكرة دكتورة نجلاء مرعي الخبيرة في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر سكايب من القاهرة. الشكر أيضا موصول لضيفي ياسين أحمد، كنت معي عبر سكايب من ستوكهولم، المحلل السياسي الإثيوبي ورئيس عين إثيوبيا الإعلامية. أعود إليك دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم، حتى القمة التي عقدت بوساطة الاتحاد الإفريقي أو بوساطة جنوب أفريقيا خرجت هي الأخرى بالحث على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق ب بدء الملء ومع عملية الملء وتشغيل السد. يعني ألا ترى أن هذه المخرجات هي يعني قد سبقتها الأحداث؟ إثيوبيا بالفعل بدأت ملء الخزان. نعم، حقيقة طبعا ملء الخزان بقرار فردي هو مرفوض من قبل السودان، مرفوض من قبل مصر، مرفوض من قبل أي شخص مهتم بالقوانين الدولية للمياه. ولكن في نقطة يجب أن ننتبه لها، أنا السيدة نجلاء هي تحدثت حقيقة يعني عن نقاط مهمة جدا، لكن يجب أن نعترف بأننا في مصر في السودان منذ بداية التفكير في سد النهضة تعاملنا معه بطريقة أعطت إثيوبيا كثير جدا من الفرص بأنها تراوغ وأنها تحقق كثير من الأهداف وتفرض الأمر الواقع على مصر والسودان. والدليل أنه ما تم في 2011 يعني في زيارة السيد رئيس وزراء مصر لإثيوبيا كونه يوافق على استمرار في بناء السد دون الوصول لاتفاق، دي كانت نقطة. النقطة الثانية هما بيتكلموا عن إعلان المبادئ، أنا أفتكر إعلان المبادئ تم بصورة فضفاضة جدا وزي أدى الفرص لإثيوبيا أن تستقل بعض الفجوات فيه. الكلام اللي قاله الأخ من إثيوبيا ما صحيح، يعني دي النص فيها واضح جدا، لا يمكن أن يكون في الملء الأول إلا باتفاق. النقطة الثانية المهمة أن كل الدول اللي احنا بنتحدث عنها يعني لها مصالح مختلفة عن مصالح دول حوض النيل. يعني لو مسكنا يعني ألمانيا دلوقتي والاتحاد الأوروبي هم بيتحدثوا عن تسعير المياه، البنك الدولي بيتحدث عن تسعير المياه، وهم عايزين على أساس أنه يعتبروا جزء كبير جدا منهم، وده تآمر على مصر والسودان بالمناسبة، على أساس أنه لصالح إسرائيل اللي بتتحدث أنها دائرة 1% من مياه النيل، وده طلب له عشرات السنين. فهذيل بيتحدثوا يعني المركز الدراسات الألماني هو بيتحدث بيقول أنه المبادرة الأمريكية فشلت فيجب أن يكون هناك مبادرة تعويضية على أساس أنه في سنين الجفاف أنه إثيوبيا تطلق المياه وقصاد ده يكون في يعني تعويض مادي لها. عشان كده السؤال لا يمكن أن تحل هذه القضية إلا أننا نحن نبني ثقة بين دول حوض النيل المختلفة. وبالمناسبة سد النهضة واحد من 22 سد في إثيوبيا، وحتكون في سدود في المنابع الأخرى، وحتى الاتفاقية اللي تمت دي الناس بتتكلم عن الملء والتشغيل وعن أنه لازم يكون في اتفاقيات ملزمة، ما بتتكلم عن المستقبل وعلى العلاقات وعلى السدود الأخرى، معناها أنه في يعني قضايا أو مشاكل مرحلة. لكن النقطة بس نقطة واحدة الناس ما بيتكلموا عنها كثير، أنا أفتكر تحت الطرابيز لو سمحت لي بس لأنها مهمة جدا، المبادرة الأمريكية وصلت إلى توافق مع مصر ومع إثيوبيا ومع السودان اللي هي على أساس أنه الاتفاق على أنه تصرف المياه من سد النهضة كان مصر بتتكلم عن 40 مليار، إثيوبيا بتتكلم عن 31 مليار، أمريكا وصلت إلى 37 مليار، والاتفاق اللي تم في منتصف يناير كان في توافق تام بالنسبة له، مصر توافق تام بالدليل أنها وقعت بالحروف الأولى، السودان في توافق معه قال هو ما وقع لأنها داير كل الأطراف الثلاثة، إثيوبيا قالت هي
متفقة مع ما تم في منتصف يناير، ولكن تريد أن تجري تشاور مع أصحاب المصلحة. وبالتالي القضية الوصول إلى اتفاق مهمة جدا وحتحدث، وده هي الخيار المتاح لنا، لأنه أي حديث عن قوانين دولية ولا عن دول ولا نعم. عن خيارات أخرى لن يكون فيه فائدة للدول الثلاثة. نعم، وضحت الفكرة دكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من السودان، لك جزيل الشكر. أين داعم مصر في أزمة سد النهضة؟ سؤال بات مطروحا في القاهرة بصوت مسموع وإن لم يكن عاليا. السؤال يذهب بالحديث أولا عن دولتي الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، فالمراقب للشأن المصري يلحظ بشدة اختلاف موقف البلدين في أزمة ليبيا وسد النهضة، فبينما كانت الدولتين داعمتين بوضوح لتصعيد القاهرة في ليبيا، وصلت حد ظهور أصوات تطالب النظام المصري بالتدخل العسكري في ليبيا، كان الموقف مختلفا من قضية سد النهضة، فلم تظهر أو تظهر سوى بعض البيانات التأييد التي اعتبرتها أو اعتبرها مراقبون مصريون لا ترقى لما هو مطلوب إلى الآن. حتى هذه اللحظة هناك موقف تضامني مع مصر صدر بين جامعة الدول العربية، بيانات مختلفة وفردية من دول عربية أخرى، لكن تقديري أنها لا ترقى حتى الآن إلى ما هو مطلوب، لأن هذه الأزمة أهم أزمة وربما أخطر أزمة تواجه مصر في تاريخها. الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، كما ينضم إلينا عبر سكايب من لندن محمد العطيفي رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون. أرحب بضيفي وأبدأ بك دكتور عصام عبد الشافي. دكتور عصام، أصوات سعودية وإماراتية كانت عالية جدا في مطالبة مصر بالتدخل في ليبيا وحثها على التدخل في القضية الليبية، بينما خفتت هذه الأصوات فيما يتعلق بقضية سد النهضة على الرغم من النفوذ الإماراتي والسعودي الكبير والاستثمارات داخل إثيوبيا، كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك والتحية لضيفك الكرام. لا، هو الأمر مرتبط من وجهة نظري بترتيب أولويات وترتيب مصالح استراتيجية. الإمارات والمملكة العربية السعودية بيستثمروا في إثيوبيا منذ عدة سنوات ولديهم مصالح استراتيجية شديدة الأهمية في إثيوبيا، في المقابل هم يستثمروا في النظام المصري ليس من باب الحرص على الأمن القومي المصري، ولكن من باب استخدام هذا النظام كأداة وظيفية لتنفيذ أجندتهم الإقليمية والدولية. وبالتالي هنا الأولوية ستكون أولا لحماية الأمن القومي لهاتين الدولتين، لأن كل منهما يسعى بهذه الاستثمارات إلى تنويع فرصه الاستثمارية، إلى توفير احتياطات استراتيجية من المواد الغذائية ومن المنتجات الغذائية الزراعية التي يمكن الاستثمار فيها في إثيوبيا، سواء زراعية أو ثروات حيوانية. بجانب أيضا أن إثيوبيا تشكل كتلة حقيقية من الدول النامية التي ينظر إليها أنها ستكون من النمور الاقتصادية في المرحلة القادمة في ظل اهتمامها الكبير بالبنية التحتية، وبالتالي تشكل مجالا واسعا لمزيد من الاستثمارات تضخ فيها عشرات المليارات من الدولارات. بجانب أن إثيوبيا أيضا يمكن أن تشكل ورقة من أوراق القوة الوازنة في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وللإمارات طموحها الكبير فيما يتعلق بالموانئ في منطقة القرن الإفريقي، دورها في أرض الصومال، دورها في إريتريا، دورها في جيبوتي، تحركها على الموانئ السودانية، كل هذا يرفع في اتجاه أنها في حاجة حقيقية إلى الدور الإثيوبي الوازن في هذه المنطقة. هذا أولا. الأمر الآخر بالنسبة لموقفها من النظام المصري، هنا تراهن على النظام وأمن النظام وليس أمن الدولة أو أمن الوطن المصري أو الأمن القومي للدولة المصرية، فقط ما يعنيها هو الحفاظ على النظام، بدليل أن هذا النظام في ذاته لم يكن حريصا على الإدارة الجادة والفاعلة لملف سد النهضة، بل يمكن أن أصف سياساته تجاه قضية سد النهضة بالتواطؤ الكبير بعد توقيعه على اتفاق على إعلان المبادئ في 23 مارس 2015. لذلك إذا كان هناك شريك استراتيجي لك لهذا النظام ووجد فيك أنك بالأساس غير حريص وغير مهتم ويمكن أن تتواطأ على سبيل أمنك القومي أو أمنك الوطني، فما الذي يدفعه أن يغير من قناعاته ويهدد استثماراته الضخمة ويدافع عن قضية أنت لم تدافع عنها بالأساس؟ أهلا إليك سيد محمد لطيفي. سيد محمد لطيفي، الحليفتان أو الحليفتان السعودية والإمارات
كانت إلى جانب مصر وتدفعان مصر بشدة إلى خوض حرب في الداخل الليبي إلى جانب حليفهما خليفة حفتر، بينما في قضية سد النهضة وجدنا هناك نوع من أنواع إلقاء اللوم على الدبلوماسية المصرية فيما قالته صحيفة العرب الإماراتية بأن مصر فشلت دبلوماسيا في مسألة إدارة عملية مفاوضات سد النهضة وألقت باللائمة الكثير على مصر. لماذا تتخلى الحليفتان عن مصر في هذا الملف؟ أولا مصر لا تحتاج حلفاء، يعني مصر تستطيع وعدها أن تتصرف في هذه الملفات، وهي تتصرف بحكمة ووعي وبما لديها أيضا. يعني عندما نتحدث عن مصر، نحن نتحدث عن مصر، عن دولة لها تاريخ طويل، لها الدبلوماسية المصرية معروفة. وحتى يعني أنا لا أرى، يعني يجب أن لا نخلط الأمور، لأن لو نظرنا إلى السد أو سد النهضة هو مصلحة مشتركة تربط القارة، هذا أمر لابد أن نتفق عليه جميعا، خلاف أن ما يأتي من ليبيا هو الإرهاب. إذن أنا يعني فقط سيد محمد الوظيفي ولا أحيلك إلى ما جاء في تقرير الأهرام عام 2017 والذي كان بعنوان إثيوبيا تتنفس بأموال الخليج، السعودية تشرب القهوة بجوار النهضة. هناك فقط سطر واحد في التقرير يقول أديس أبابا مطمئنة أن خلافها مع القاهرة لن يصل للحل العسكري، لأن أموال استثمارات أو أموالا واستثمارات حول السد هي أموال عربية. التقرير من صحيفة الأهرام الحكومية الرسمية والتي تلقي تتحدث عن أن الاستثمارات الخليجية السعودية تحديدا والإمارات هي التي تطمئن إثيوبيا لعدم وجود حل عسكري من جانب مصر. أولا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نمس يتستخدم الحل العسكري كما ذكرت، لأن هذه مصالح القارة، وحتى مصر لديها رغبة في أن إثيوبيا تنمي، والتنمية واجب لأن سيعود بإنعكاساته على القارة. هذا من جهة. من الجهة الأخرى أن الاستثمارات هي ليست استثمارات سعودية أو قطرية أو إماراتية فقط، يعني هناك العديد من الاستثمارات الأخرى، وبالتالي حتى الاستثمارات هي على صعيد شخصي وليست على صعيد الدولة. يعني علينا أن نتفهم هذه النقاط، لكن لو نظرنا إلى الحل لابد أن يكون الحل دبلوماسي. عفوا، أي صعيد شخصي يا سيد محمد؟ الإمارات هي من ساعدت إثيوبيا للحصول على منظومة البانسر الروسية، الإمارات هي من قامت بحل بالتوسط لي حل الخلاف الذي كان بين إثيوبيا وأريتريا. حجم الاستثمارات السعودي في إثيوبيا بلغ تقريبا 14 مليار دولار عام 2017. حجم الصادرات والاستثمار ما بين الإمارات وإثيوبيا في عام 2018 تجاوز 800 مليون. يعني أنت تتحدث عن استثمارات شخصية، كيف يمكن لاستثمارات شخصية أن تأتي بمنظومة بانثر؟ اولا انا اتفهم اتجاه القناه وغضبهم على السعوديه والامارات، ولكن دعينا نتحدث الحقيقه، لابد ان نفصل الامور. يا سيد محمد اجبني على السؤال، لا يمكن ابدا الهروب الى الامام دائما والحديث عن موقف القناه. انا احدثك بالارقام الموجوده في التقرير التي يمكنك الدخول اليها. انتم ترون اشياء ليست هي الحقيقه. لو نظرنا اليوم أليس هناك مفاوضة بشأن سد النهضة؟ يعني مسائل التهويل، إذا كان هناك أي خلاف فلماذا هذا الاتفاق اليوم؟ لماذا يجلسون على مائدة المفاوضات؟ هذا يجب علينا أن نتفهمه. يعني أنا أتفهم أن أحيانا لغات التلفزيون هي تخاطب العامة وتستقطب العامة، لكن دعونا نتحدث بعقل. إذا كان هناك خلاف، إذا كانت أثيوبيا لا تريد وتريد أن تركب رأسها، فلماذا تجلس في المفاوضات؟ إذا كانت مصر كذلك، أو إذا كان هناك ما يهدد مصر، لماذا تسير في المفاوضات؟ هناك مفاوضات يجلس فيها الأطراف الثلاثة ويتفاهمون ويحاولوا أن يجدوا المخرج، ولن يأتي المخرج إلا بهذه الطريقة. نعم،
وضحت الفكرة سيد محمد العطيفي رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من لندن. عضو إليك مرة أخيرة دكتور عصام عبد الشافي. دكتور عصام، يعني يبدو أنه لا يوجد تهديد متعلق بمصر، ويبدو أن الإمارات والسعودية لن تخذل مصر وفقا لضيفنا من لندن، كيف ترى ذلك؟ لا، للأمانة هناك خلل كبير في الفهم، وخلل كبير في الوعي، وخلل كبير في الإدراك، وأحيانا يصل إلى درجة التآمر أو خيانة هذا الوطن عندما لا يقول أن مصر لا تحتاج حلفاء. لا توجد دولة في العالم أكبرها الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحرك دون حلفاء. عندما يقول أن مصر تتصرف بحكمة، نتيجة الحكمة الآن هي الانتهاء من السد وملئه وتشغيله كنتيجة لهذه الحكم. عندما يقول أن الاستثمارات على صعيد شخصي، ونتحدث عن 5 مليار أو 6 مليار أو 8 مليار في مشروعات استثمارية ضخمة، فلا مجال للحديث عن شخصنا هنا. عندما يخلط الأمور ويقول اتجاه قناة وأنها تخاطب العامة، القناة لا تخاطب العامة، القناة تستضيف خبراء ومحللين ومسؤولين في الملفات المختلفة، وزراء ومسؤولين من الدول الثلاث، وتعتمد على التصريحات الرسمية الصادرة عن الاجتماعات النهائية والمؤتمرات الرسمية التي تعقد، وبالتالي لا مجال هنا لمخاطبة العامة. لأننا إذا كنا افتراض جدلا أننا نخاطب العامة، فيجب أنه في إطار هذا الخطاب لابد أن نوضح الحقائق ونكشف الأمور حتى تكون الصورة واضحة، حتى يعلم الجميع حجم الكارثة التي يتحرك إليها هذا الوطن. كثير من القوى السياسية ومن الشخصيات السياسية ومن الرموز السياسية المحسوبة على المعارضة المصرية الرافضة لهذا النظام والمنددة بالانقلاب 2013 جنبت كل هذه الخلافات جانبا، أو ترى وضعت كل هذه الخلافات جانبا ووقفت في خندق واحد، لأنها في النهاية قضية تمس أمن دولة ومستقبل حاضرها ومستقبله. وبالتالي لا مجال هنا للحديث عن اتجاهات قنوات أو الحديث عن معارضة ونظام أو غير ذلك من أمور. هذا نوع من أنواع التضليل الممنهج الذي لا يقدم معلومة ولا يستند إلى فكرة ولا يستند إلى منطق في التحليل. في النهاية القضية قضية حاضر وطن ومستقبله، تهديد لأمن هذه الدولة. عندما نتحدث الآن إثيوبيا، يخرج رئيس وزرائها يتباهى بإنجازه الكبير، ويخرج وزير الري يقول أصبح النيل بحيرة إثيوبية. ما الذي يريده آخر؟ ما الذي يريده في الأخير ضيف من لندن أو من القاهرة ويقول أن هناك مفاوضات؟ مفاوضات في أي اتجاه وعلى ماذا؟ السد أصبح واقع والمشروع تم تشغيله. نعم. وليضرب الجميع وضحت الفكرة. شكرا جزيلا. نعم، وضحت الفكرة دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. والحق أننا لا نجد غضاضة في أن تكون هذه القناة تخاطب العامة، فنحن نأتي بالمسؤولين ليشرحوا لعموم الناس ما الذي يحدث في قضاياهم التي تشغلهم. ولكن على كل، شكرا جزيلا لك ولضيفي من لندن. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وبعد قليل الخارجية المصرية تدعو